مشاهدينا أهلا بكم مجددا. سباق الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة يقول بأن بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وسيدا للبيت الأبيض. أبرز دلالات هذه النتائج سوف نناقشه مع دكتور نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية. دكتور يعطيك العافية. يعافيك. يعني أبرز النتائج ماذا تقول؟ أبرز النتائج هي إن شاء الله إنهاء حقبة دونالد ترامب التي أتت بسياسات متطرفة على كافة الأصعدة على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة، الانقسام، استهداف الأقليات، وكذلك تدمير العلاقات مع الدول الحليفة للولايات المتحدة والانسحاب من أسخن الملفات التي يحتاج العالم بها تدخل أمريكي قوي معتدل. وطبعا تطرف سياسة دونالد ترامب في دعم قوات الاحتلال الصهيوني ونتنياهو نتمنى أن تسير الآن إلى نهاية ونأتي بسياسات أكثر اعتدالا، لا أقول أنها ستكون جذرية مختلفة عما قام به. فالناس هنا تتنفس الصعداء ليس فقط في أمريكا إنما خارج الولايات المتحدة. شخصية سياسية غريبة على المشهد السياسي، غريبة على التراث والتقاليد الأمريكية التي تحترم سيادة القانون، التي لا تحترم الخلاف، حولت الخلاف السياسي إلى عداوات شخصية، وبالتالي أضر مصالح الجميع ولم يكترث بمصالح الولايات المتحدة ولا مصالح الوطن، وهو ما زال يعتقد أنه لم ينهزم وسيلعب دور المشاغب في الأيام والأشهر القادمة. نعم دكتور، يعني إذا بدنا نتكلم عن نتاجات مباشرة وانعكاسات مباشرة للإدارة الأمريكية الجديدة، كيف ستكون بالنسبة للشرق الأوسط؟ بالنسبة للشرق الأوسط نقول يعني ستعود سياسات الإدارة الأمريكية إلى ما كانت عليه في نهاية إدارة أوباما. لكن أيضا بحكم بعض التغييرات في موازين القوى في الولايات المتحدة أتمنى أنه سيكون تعقل أكثر ولياقة أكثر في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ونحن بإذن الله سنلعب بدورنا كعرب ومسلمين في الولايات المتحدة على يعني عدم السكوت على أي تجاوزات نعتقد أنها ستكون تجاوزات من في أطر السياسة الخارجية، يعني خلال الحديث مع جو بايدن وكاميلا هيرس تم الاتفاق على بعض الأمور التي تطرف بها دونالد ترامب، على سبيل المثال إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هذه ستكون واحدة من الأولويات، إعادة العلاقة مع الطرف الفلسطيني من خلال احتمال كبير إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وهذا ليس يعني رضا عن أسلوب وسلوك سياسات منظمة التحرير، لكن بغياب الطرف الفلسطيني سينفرد الطرف الإسرائيلي بأخذ الدعم يعني غير المتوقع من أمريكا كما تعودوا عليه، لكن وجود الطرف الفلسطيني سيكون هناك نوع من التوازن. طبعا هناك ملفات أخرى في قضية إيران ستعاد المفاوضات إلى ما كانت عليه، ليس من خلال أسلوب الإقصاء أو أسلوب القطيعة أو إلغاء المعاهدات، لأن من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقي إيران في معادلة التوازن الإقليمي من خلال التزامها بمعاهدة الاتفاقات النووية. طبعا أيضا قضايا أخرى بما فيما يتعلق بالحريات، حريات الشعوب والديمقراطية، يعني وعدنا جو بايدن بتغيير السياسة من حيث عدم إعطاء شيكات مفتوحة لبعض الأنظمة والحكومات التي لا تحترم حريات الشعوب ولا كرامتها. طبعا دون أن ندخل في تفاصيل في هذه الأمور، لكن الملفات الساخنة والمخالفات الصارخة لرغبات الشعوب معروفة الآن في الساحة الأمريكية، سكت عنها دونالد ترامب بل أيدها، وهذا أضر بسمعة ومكانة
الولايات المتحدة في المنطقة وعلينا أيضا هنا في الولايات المتحدة. نعم دكتور، نسبة الاقتراع كانت تاريخية، ماذا بشأن مشاركة الجالية المسلمة؟ كذلك كانت نسبة عالية جدا، أيضا كانت تاريخية، حيث كانت نسبة المشاركة بين المسجلين المسلمين الناخبين حوالي 84%، وهي تعتبر من أعلى النسب في الولايات المتحدة بين جميع الأقليات. أصواتهم هل هي يعني مفروزة لمن ذهبت، لبايدن أم لترامب؟ 69% منهم صوت لصالح لصالح جو بايدن، نعم، و 17% صوتوا لصالح دونالد ترامب، بحوالي مليون أو يزيد من الناخبين المسلمين في أدق وأحسن الولايات مثل فلوريدا وميشيغان وبنسلفانيا وأريزونا، كذلك هناك جالية الآن منظمة في نيفادا. الولايات الحاسمة في الانتخابات يتمركز بها المسلمون، وهناك إقبال كبير على العملية السياسية، حيث شارك 111 مسلم رشحوا أنفسهم في الانتخابات سواء على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات أو المدن، وفاز بها 57، وهي تعتبر أيضا نسبة تاريخية. وقد حافظ المسلمون أعضاء الكونغرس إلهان عمر ورشيد أطليب وأندري كارسون على مقاعدهم في مجلس النواب الأمريكي، بينما فاز بعض النواب في مجالس النيابية المحلية في ولاية أريزونا وولاية مينيسوتا وكذلك تكساس وكولورادو. هناك مجموعة من المقاعد الجديدة التي فاز بها المسلمون، وهذا مؤشر طيب جدا على أن فئة الشباب من الجالية المسلمة هي التي تتقدم الآن المراكز السياسية والمشاركة السياسية في أبهى صورها، والحمد لله. وبالتالي يعني تشعرون بأنه ثمت ارتياح بين أوساط الجالية المسلمة والأقليات لاختيار جو بايدن؟ طبعا هو يعني ليس حبا أو قناعة بجو بايدن أو سياساته أو برنامجه الانتخابي، وهذا من المهم جدا معرفته حتى لا يلام المسلمون على خيارهم السياسي. المسلمون وغيرهم، وهذا سبب حتى يعني ارتفاع نسبة الإقبال من الناخبين الأمريكيين على التصويت بشكل تاريخي، ما عدده حوالي 150 مليون أمريكي شارك في الانتخابات، و 74 مليون منهم صوتوا ضد دونالد ترامب لصالح جو بايدن. فكان التصويت في الحقيقة هو أكثر لاختلاع وإنهاء كابوس دونالد ترامب من الإعجاب منه من الإعجاب ببرنامج جو بايدن. بمعنى آخر، الأولوية كانت هي إزالة دونالد ترامب من المشهد السياسي وإنهاء الكابوس السياسي الذي خلقه للجميع. دكتور أخيرا، ماذا لو لم يسلم ترامب بنتائج الانتخابات؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ كما ذكرت يعني عفوا، هو سيلعب دور المشاغب، ولديه طبعا قاعدة متماسكة كبيرة، إنجيلية يمينية مسيحية متطرفة. نعم. ستتآكل هذه القاعدة، لأن كبار الساسة الجمهوريون يريدوا أن يحافظوا على مراكزهم السياسية الذي فازوا بها، ومن هنا عليهم التخلي إما تدريجيا أو بشكل صريح عن مواقف دونالد ترامب، وهذا يعني يختزل مصداقيته أمام الرأي العام وأمام مؤيديه، لأنه الخاسر، والخاسر السياسي مهما قال يعني لا يمكن أن يكون له شرعية كشرعية الفائز دونالد ترامب. ولكن صبر دونالد ترامب والمؤسسات والهيئات التي أشرفت على فرز الانتخابات وأخذ الوقت الكافي واللازم لعد جميع الأصوات هو مؤشر واضح على سيادة القانون. المحاكم ستنظر في قضايا التي رفعها دونالد ترامب، لكنها يعني سترمي بها بعرض الحائط، لأنه لا يوجد إسباقية قانونية بالطعن بالأصوات التي تمت بالطريقة التي تمت، لأن النظام الديمقراطي الانتخابي يتطور ويتحسن وإن كان ليس كاملا وليس منزها. بمعنى آخر يعني خطابات دونالد ترامب هي ستكون شخصنة الصراع. طبعا هذا لا ننفي احتمال وقوع قلاقل
لأن هناك ميليشيات مسلحة موجودة في الولايات المتحدة تؤيد دونالد ترامب، ودونالد ترامب أعطاهم أحد المؤشرات والرسائل من خلال المناظرات أنه طلب منهم يعني التخلف وإلقاء السلاح بمعنى السياسي، لكنهم طلب منهم أن يكونوا على هبة الاستعداد. يعني هناك تخوفات أمنية من انفلات بعض الأمور، لكن أعتقد مع الوقت سيتم علاج هذا الأمر، ونتمنى أن لا يتطرف أكثر مما يعني رأينا منه. في النهاية سلطة القانون وسلطات إنفاذ القانون والجيش والمراكز الأمنية هي عليها مسؤولية تأمين الانتقال السلمي للسلطة حتى لو لم يرضى بها الخاسر وهو دونالد ترامب في هذه الحالة. نعم دكتور نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، شكرا جزيلا لك. شكرا.